اسمحي لي اختي، اسمحي لي والله، بس هالموضوع هذا التليفون هذا يعني ما توقعت اني يتصل لي في الوقت من جديد، يعني رقم مهم. انا اسف انا اسف، بس شو كان موضوعنا؟ اي اخوي اقول لك، واحد من ربع ابوي القدامى كان فاتح حساب عندكم بالبنك. نعم. وكان حاط فيه ايداعات، انا حابه استفسر عنها. والله اختي انت تعرفين حساب وايداعات هذه المواضيع يعني ما اقدر افيدك فيها، انا ودي اخدمش بس ما اقدر، هالمواضيع هذه مو بيدي، انت تعرفين يعني. طيب ما تعرف رقم احد المدراء والموظفين اللي كانوا معك قبل؟ والله يا اختي الموضوع هذا قديم، بس انا يعني اوعدش خير ان شاء الله، ان شاء الله بوعدش خير. انت بس حطي رقمش عند السكرتيره وان شاء الله اذا وصلنا الى شيء ادقلش. مشكور اخوي ما قصرت، مع السلامه. الو. مرحبا، شلونك؟ الحمد لله بخير. شنو في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس انا داق اشكرك على كل شيء سويتي بصراحه، ما ادري ايش اقول لك. وي بطل هالسوالف خلاص، بس قل لي ايش اخبار خالتي؟ اطمني عنها، ترى انا شوي وياك لكم. اوكي ناطرك، اقصد ناطرينك ناطرينك. من انتو؟ أنا وأمي وفرح والمستشفى كلها فعلت. وإيش دعوة كل هذول ناطريني؟ خلاص كاني شيء طالع. يلا أوكي، مع السلامة. مع السلامة. بالعافيه يا خالتي. الله يعافيك. السلام عليكم. يا عليكم السلام، يا هلا. شلونك خالتي؟ ان شاء الله زينه. الحمد لله انا بخير. يلا الحين ابيك تشدين حيلك وتردين البيت، ولازم تهتمين بنفسك ولا تنسين انت ما عندك بنت وحده، صار عندك بنتين. الله يخليك حبيبتي، انت ساعدتينا وايد، ما ادري شلون ارد لك هالمعروف اللي سويتيه. يا خالتي الله يخليك، لا تقولين هالحكي هذا، انا مرتاحه لاني معاكم، واي شيء تبين انا حاضره، ما يردك الا لسانك. مشكوره حبيبتي. العفو خالتي. فروح شلونك؟ ما شاء الله صايره حلوه. مشكوره عيونك الحلوه، الحمد لله ان في احد انتبه. انا بروح اشوف الدكتور. قاعده قاعده حبيبي. شكرا. اقول لك يوسف، إذا باكر ما عندك شغل خلينا نسوي ميتنج مع أبوي. خلاص أوكي، بالساعة كم؟ خلينا نشوف جدوله وأرد لك خبر. خلاص تم. أقول حنين، الله سبحانه وتعالى كانت للمشيئة أن احنا ما نسافر، والحمد لله كانت للخير. ويوسف لو سافر وياي كان بيظل 3 شهور بعيد عن الشركة، وفي هالحالة أكيد المشروع ما كان بيوقف، وأكيد هم بعد كنتوا بتحاولون تشوفون حل لغيابه قبل لا يسافر. يعني اللي أبي أقوله، يوسف للحين له دور بهالمشروع؟ إيه خالتي له دور، له دور كبير بعد، في شركات كبيرة خلصت مشاريعها بس عن طريق النت. عيال يوم ما اعتبر روحك مسافر وقدم لهم رسوماتك عن طريق النت وانت في البيت. شنو خالتي شكلك ما تبينا نشوف يوسف؟ لا خالتي هو موجود طبعا نستفيد منه، تكون النتائج دائما أفضل وأسرع. خلاص إذا أسرع وأفضل ليش لا. أبشركم الحمد لله، الدكتور يقول ان صحة خالتي صارت زينة ونقدر نرخصها اليوم. شوف الحمد لله، انا بروحي بالسيارة. يلا يلا بيجي معك. فرح لا تحاتين، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء راح يصير زين ان شاء الله. ان شاء الله خالتي. وأخيراً يا سعد التقيت اليوم مع الماضي اللي كنت طول عمري أخاف منه وأهرب منه. اليوم شفتك في عيون ولدك
صافحت يدك بأصابع يدك. أبي أعترف لك لأول مرة أنك اليوم اللي مت فيه انتصرت عليه، لأنك أنت مت وارتحت وأنا تميت عايش أتعذب عن اللي سويته فيك. أبو طارق بعد مات بحسرته عن اللي سواه معك، اثنينكم متوا وارتحتوا وتركتوني أعيش الذنب بروحي. الله يعلم إني أنا شايل الذنب في ركبتي. الحمل ثقيل يا سعد وما يشيله غير اللي مسامحه. سامحني يا أخو، سامحني تكفى يا سعد، سامحني. بالعدل خالتي. مشكورة يا بنيتي يا حنين، عذبناك ويانا. ايش دعوة خالتي، ما سويت شيء؟ ما قصرتي، بعد ابنك. تفضل. اشوفك باكر. ان شاء الله. مع السلامة. باي باي. أبيك موضوع. قول حبيبي. فرح، موضوع يخصك أنت بعد. قول إيش صاير. ما أدري إيش أقول لك يعني. قول فرحني. أنا بجيب لك سستر البيت. هذا هو موضوعك؟ إيه. وليش الموضوع يخص فرح؟ يمه شلون ما يخص فرح؟ ليه مسكينة 24 ساعة مجابلتك، بعدين أنا بيها خلاص تركز بشغلها. هم أنت يمه حبيبتي، أبي واحدة تيجي تجابلك عشان ترتاحين. إيش فيها؟ دور راحتي بشي ثاني، والسيستر ما أبيها. العملية الحمد لله ونجحت، ويبي لي كم يوم راحة وكلهم كم حبة دواء أخذهم. تصبح على خير. اهلا وسهلا. ما شاء الله باين عليه ذكي وفلتر. تفضل تفضل تفضل. طيب مرتاح اليوم؟ اي والله احسن، يعني تقدر تقول يعني عندنا طاقة ايجابية اليوم. الحمد لله. تفضل تفضل تفضل. تسلم دام تفضل. الله باشمهندس. انا الحقيقة يعني شفت التصاميم راوتني حنين استاذ الرياضي، وما شاء الله ما شاء الله يعني التصاميم حلوة، وانا اعتقد ان حنين احسنت الاختيار. تسلم عمي، كلك ذوق. احنا فعلا محتاجين تصاميم الشبابيه في شركتنا. ايوه، نبي نجار العصر والتطور. فعلا يا حنين، التطوير دائما يدفعنا للافضل في شركتنا. دام الامكانيات موجوده والرغبه في التطور هم موجوده، ان شاء الله بنقدم افضل ما عندنا. يا حنين، وفر المهندس يوسف اللي محتاجه من دعم فني ومهني. الاستاذ حنين مو مقصره. احنا لازم نتكاتف يا باش مهندس، لأن في شركات كبيرة تنافسنا وإحنا لازم نتحداهم. لا تحاتي يبا، وإحنا قد هالتحدي. أنا هذه الروح اللي أنا بيها في العمل، روح التحدي والإخلاص. يا عم عبد الله، ترى حتى أنا ودي أثبت وجودي. أنا دائما أدور على الشغل اللي يكبر اسمي كمهندس معماري، والأستاذ الرياضي بإذن الله إن شاء الله راح يكون مفخرة على جميع المستويات. أي أنا أبيك تشد حيلك يا باش مهندس يوسف، وأبيك تفرغ للعمل تفرغ كامل. إن شاء الله. أنا اللي سمعت أنك أنت عايش مع أمك ومتزوج. لا، أنا عايش مع أمي بس مو متزوج. يعني أنت ما تزوجت من قبل؟ لا عمي، مو متزوج. ولا عندك عيال؟
لا مو متزوج اكيد ما عندي عيال يعني. صح صح بعد ساعات يعني الطلعات اسلم مو في مكانه. زين طول عمرك عايش هني في دبي؟ اي بس انا رحت تركيا اكمل دراستي ورجعت مره ثانيه. اي زين لا شد حيلك انا بيك بشد حيلك وتبدع في العمل يا باشمهندس. وانا هذا اللي اتمناه. تاكد يا باشمهندس اني انا مستانس انك تشتغل معانا في الشركه. شد حيلك والله يوفقك. وايد كبير صوب حنين وصوب عبد الله. انا عندي فكره بس اخاف ما تعجبك. انت تسكت وما بسمع صوتك اصلا صوتك يزعجني. ليش 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 انت اسمعني وما راح تندم. يا ما تعرف تسكت. الو طالبني ان شاء الله جايكم. مع السلامه. شنو في؟ منو اللي طالبك؟ الحين عبد الله يبيني. اسمعني اسمعني خلنا اقول لك. يا انت ايش فيك؟ ما تعرف تسكت؟ ممكن اقول لك كلمه؟ خليه يقول اللي عنده، على الاقل نفتك من صوته ومن حشرته من لويته، قول ايش عندك؟ ايش رايكم نخلي حنين مع ابوها تقوم الحرب بينهم؟ والله خوش فكره. قم نفذها بروحك. قم قم ادلف. قم 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 ادلف. عبد الله تعرف على يوسف راح يعرف كل شيء وانكشف. واذا حنين راحت البنك بعد الله يستر ايش بيصير. يبا عندي لك خوش خبر. شوف وهذه بعد فيها شبه. شوف مصدر الفلوس مراقب طريقه مختلفه. وكلهم يتشابهون مو كذي؟ ايه بس كل الأوراق تنتهي بنفس البنك. شوف أنا مو قادر أوصل للحسابات والأرقام. ATFB البنك هذا سكر من زمان على فكرة. ترى واحد من ربع كان يشتغل فيه من كم سنة. صدق؟ أي والله بس هو الحين مسافر. شوفي أول ما يرجع من السفر أنا بتصل فيه وبخليه يتواصل معك وإن شاء الله بيعطيك كل المعلومات اللي تبينها. أي والله واللي عافيك ما تقصر. خلاص تم لا تحاتي. مرحبا طال عمرك. السكرتيره تقول طالبني. قاعد ابيك. ان شاء الله. انا اليوم شفت يوسف. شلون؟ يوسف المهندس المعماري اللي بيشتغل مع حنين. مستحيل طال عمرك. احنا دعيناه على الحفله قال ما اقدر اجي. حتى بعدين بنص الحفله يانا. اوه تذكرت. صدق طال عمرك طلعنا دازين له دعوه من الصوبين انا وحنين. حتى قلت ان حنين شلون تعرفه؟
بس ما خطر على بالي انه نفس المهندس المعماري اللي طالبين الشركه. حتى قبل لا تخلص الحفله قال لي بمشي لهال بروحهم بالبيت. لهال هو مو متزوج؟ مستحيل طال عمرك. عنده يهال، حتى انا مره مصادفهم الحديقه وهو مع عياله. حتى كلمني قال لي محتاج فلوس وطرش له. اعطيته من غير ما تقول لي؟ انا اسف طال عمرك، يعني انا قلت بقول لك بالوقت المناسب. حتى طال عمرك انا اعطيته من مخباتي الخاص يعني. ما قال لك شنو الظرف اللي هو فيه؟ اي نعم طال عمرك قال لي. علشان علاج امه. مع اني انا خلصت كل اوراق العلاج بالخارج. بس هو كان يبي يروح على حسابنا. انت قلت له من قسم المساعدات الخيريه اللي عندنا في الشركه؟ انت قلت لي لا تقول له. انا كنت وسيط بينك وبينه. أنا استغربت طال عمرك يعني، وهم ما شافوك بالحفلة وسووا روح ما يعرفونك. إي صح، أنا لاحظت هالشيء. أنت محمد شو اللي يدور في راسك؟ أنا آسف طال عمرك، أنا متأكد إن يوسف يدري إنك رجل أعمال وأمه قالت له بعد. إي صح، كأنه ما يعرفني نهائياً، صح؟ أنا بقول لك شيء وأبيك تسامحني. قول لي يا محمد شنو؟ يمكن بينتقم منك لأنك السبب موت أبوه. وبصراحة هو لا مهندس معماري ولا شيء، وكذب عليك وقال لك هو مو متزوج. شفيك طايمة كذي؟ كأنك أول مرة تشوفني. صح ترى. أنا كل ما أشوفك أحس إني أول مرة أشوفك. كل ما طالعتك أكتشف فيك شيء جديد. أشوف طيبة قلبك. حنين أنا في حكي وايد بقلبي ودي أقول لك إياه بس ما أعرف أعبر عنه إلا بكلمة واحدة. أحبك. هذا اللي كنت حاسه وقلت لك. الحين عاد انا ابي يعني بسمع منك كلمه واحده بس تبين يعني مشاعرك واحساسك ناحيتي. احبك. بس انا قلتها و ما عندي شيء ثاني اقوله. وانا هالكلمه هذه كافيه عندي. كنت ناطر هالكلمة من زمان. وأنا قلتها. بس كل إنسان تمر عليه لحظة بحياته ما ينساها. وأنا هاللحظة هذه راح تبقى بقلبي طول عمري. وأنا بتم معك طول عمري. عمد. عمر يا عمي. ابي اعرف كل شيء عن يوسف. حاضر طال عمرك. انا راح اكشف لك كل الاعيبه. ابي كل المعلومات عنه، ابي شو اللي يدور في راسه. عاد ها؟ ما ابي حنين تعرف كل شيء في وقته حلو، زين؟ حاضر، تم. توكل على الله. شو اللي يدور في راسك يا يوسف؟ شو اللي يدور؟ انت تدري ان حنين ويوسف صار لهم كم ساعة قاعد يسولفون وانت غافلين لكم الله؟ خلاص عاد سكت عني، مالي خلق، زين يمكن قاعد يشتغلون مع بعض. صدق حرام علي، مليون ألف ساعة قاعد يسولفون ويضحكون وآخر شيء قاعد يشتغلون، شو الشغل اللي ما يخلص؟ انت ايش تبين اسوي؟ طارق مو انت تقول انك انت تمون على ابوها؟ مو ابوها يحبك؟ روح كل حق ابوها تعال شوف بنتك ايش قاعد تسوي. اوكي انا بروح للحين. الحين؟ وبطلب ايد بنته. اسمعني انا بمشاكل مثل المره اللي فاتت، تفهمني عدل، والشهاده لازم تكون اداره اعمال. يلا على السلامه.
سامحني عمي، الشارع زحمة زحمة، سيارة فوق سيارة، سيارة فوق سيارة، طلعت من تحتهم. اسمعني. ها. شوف. إيه. هذا عنوان. أي مط شنو مطعم هذا؟ اسمعني خل أخلص. وهذا رقم تليفون الريال. إيه. إنزين. الريال ناطرك يدق عليه بيعطيك أوراق مهمة يبهم لي. بس. بس. حاضر يا فندم. يلا يلا. أستاذ عبد الله؟ نعم. أستاذ طارق موجود عندي. خليني شوف. أوكي. تفضل أستاذ. السلام عليكم. هلا هلا هلا. هلا عمي. هلا هلا. شلونك؟ هلا هلا طارق. تفضل تفضل استريح استريح. شلون يدك الحين؟ إن شاء الله أحسن. لا الحمد لله أبشرك الحين ممكن أتلاقى وياك. عمي عمي أنا بطلب منك طلب لكن مستحي منك. عفا عليك يا طارق، عاد انت الوحيد اللي ما اقدر ارفض لك طلب، انت غالي وانت الغالي. يا بعد عمري عسى عمرك طويل ان شاء الله، لا خلا ولا عدم. عمي انت تدري ان بعد وفاة الوالد انت الكل بالكل، انت ابوي الحين وانا مالي غيرك. يقول ايش تبي تقول يا طارق؟ قول ايش عندك. عمي انا ما ابي اطولها عليك، بس انا اتشرف ويزيدني الشرف اني انا اناسبك أطلب بيت بنتك حنين. إيه بس أنت تدري يا طارق إني أنا أحبك مثل ولدي وأكثر، لكن في هالموضوع الرأي يبقى رأي حنين، هذه حياته وأنا ما أتدخل في هالأمور. ولا من يرفضك أنت يا طارق؟ أصبر شوي. يا ساندرا. مع هدية مرتبة كذي حل الموضوع. والحجز؟ ما عليك، هالسوالف خلي علي أنا.
لا، هذه مكافأة تحفيزية. صدق؟ الحمد لله. وشريت حق نفسي الخاتم هذا الحلو. الله ينن، ألف مبروك حبيبتي. خالتي، أنا ودي أعزم يوسف على مطعم، بس تعتقدين إنه ما راح يوافق، صح؟ أي. روحي لحجرته وقولي له إيش رأيك نطلع نتعشى؟ إذا قال لك تعبان أو مالي خلق، قولي له خالتي بتي ويانا، وفي هالحالة بيوافق. خوش فكرة، أوكي. تفضل. هلا فرح، شلونك؟ تمام الحمد لله. عندي لك بشارة، أنا اليوم استلمت أول مكافأة. صدق؟ مبروك، تستاهلين كل خير والله. إنزين، إيش رأيك بهالمناسبة أعزمك على العشاء؟ فرح والله مشغول وتعبان، خليها حزة ثانية. يعني تبي تخلينا أنا وخالتي بروحنا، وبعدين أنا حجزت خلاص. والليل بعد؟ زين، متى بتروحهم؟ بعد شوي. خلاص خلاص، أخلص اللي بيدي وأبدل وياكم. خلاص، وأنا أبدل ثيابي ونطلع. أوكي. ليش لحين ما بدلتي؟ حبيبي يوسف، أنا ما بروح وياكم، روحوا أنتم. أنا ما أبي أكسر خاطر فرح، حرام. أنت بعد لا تكسر بخاطرها، روح وياها وخلها تستانس شوي عشان خاطري. حاضر. لا تزعلها عشاني. إن شاء الله يما. يلا باي باي. روحوا استانسوا وغيروا جو، زين؟ سوري تأخرت. أنطر ليه باكر على هالجمال هذا؟ هاي طارق من صدقك؟ شنو الجملة هذه؟ كلش ما قاعدة جامل. تدرين فيني اللي بقلبي على لساني، أنت ملكة، أنت حلوة وكل يوم تزدادين حلا. أمس مش بلحتي فاضل. إذا خليني بطل شباب نفس الأفلام. لا لا إيش حقك؟ أظني ما دام شو بتحبين. أبي صحن مقبلات. أوكي. وأبي صحن مشويات. أوكي. حضرتك أستاذ، دام على حسابك بطلب أغلى طبق. لا لا تغشون، أبي ربيان بقسماط واحد. حاضرين. خلال إن شاء الله 10 دقايق بكون الطلب جاهز. حبيبي تسلم. والله شكل المكان حلو، حتى الموسيقى راقية ورومانسية، مو كذي؟ اي وايد حلوة ترى، حتى المكان وايد حلو. يوسف، ما بارك لي على الخاتم الجديد، حلو مو كذي؟ يه يه يه، هالبركة، شكلك قابضة خوش مبلغ ها؟ واي منك، بلشنا غيرة وحسد؟ قول ما شاء الله. اقضب الياقوت اللي بالخاتم، شنها طبيعية مو كذي؟ أنا ما أفهم بالسوالف بس. لا والله ما شاء الله وايد حلو. البركة إن شاء الله. شوفي شاب يبرق. لما قلتي لي شنو سنابك خنطيفك؟ حنين إيش فيك؟
اوراق خلنا نمشي. نمشي ليش؟ تونا قاعدين الله يهداك. واللي يسلمك خلاص خلنا نمشي. تبينا نمشي عشان هذول؟ خلاص بس خلاص خلنا نمشي. حنين 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 من متى هني؟ وانا ايش دراني؟ راح ما يخالف رد البيت؟ ليش رد البيت؟ الأكل لحين ما وصل. الله يخليك، أنا الحين برد البيت خلاص. لو سمحت بحساب. زين فهميني كل هذا اللي صار عشان يوسف؟ خلاص طارق والله العظيم ما بيتحكى وما بيقول شيء. انا من اول ما شفته وانا مو مرتاح له. مسوي لك شيء؟ مضايقك بشيء؟ قولي لي. من باكر افسخ العقد اللي وياه واطرده من الشركه ولا خليه دقيقه واحده. لا ماكو شيء من اللي قاعد تقوله. زين ايش فيك قولي تحت شيء. طارق خلاص ترى والله العظيم انزل. لا خلاص ايش فيك؟ ايش تنزلي؟ خير يما، ايش فيكم رديتوا بسرعة؟ ماكو شيء ماكو شيء. ايش فيكم؟ ايش صاير يوسف؟ يما ماكو شيء، مشغولة أنا بعدين أكلمك. يوسف ايش فيكم يمه؟ ايش صاير يمه؟ قلت لك ما في شيء. انا امك وعرفك عدل، يلا قول لي ايش صاير. ورحنا انا وفرح نتعشى. اي وبعدين صادفنا هناك مع حنين. طاهر شافتنا بالمطعم وفهمت غلط، زعلت وطلعت. وليش زعلت؟ انتوا فرح ما سويتوا شيء غلط. غارت يمه. يما ترى انا احب حنين وحنين تحبني. شنو؟ مثل ما سمعتي، احنا نحب بعض. ليتني ما عرفت سارة، ليتني ما عرفت إن فرح تصير له. حبيبتي مو يمكن في شيء في الموضوع. أنت حكمت على الريال من غير لا تسمعينه. نطري وتأكدي. أقول لك شفتهم اثنين قاعدين بالمطعم ماسك إيدها وقاعد تدلع عليه. يعني كذي صارت واضحة؟ معقولة؟ والله ما أدري إيش أقول لك، بس أعتقد إنك تسرعتي في حبك ليوسف. هني ما عرفت الريال عدل علشان تحبينه.
ادري ايش اقول لك، ما ادري ايش اسوي. يعني معقول انا غبيه لهالدرجه؟ صدقته وثقت فيه وطلعت كذاب بالاخير؟ كل شيء جايز بهالدنيا، بس الحمد لله انك شفتيه بعينك قبل لا يصير بينكم اي شيء. انا اول مره احس اني غبيه تافهه هالكثر. لا مو غبيه حني، انت من داخلك انسانه نظيفه وما فكرتي في الغلط، حبيتيه من قلبك واخترتيه زوج، وهذا الشيء حق طبيعي مو غباء.